ورحت لابوك وسمعت منه سعيد. وترى دلوقتي جاي تاخد بخاطري ولا جاي تزود عتابك؟ اخد بخاطرك لو كنت مظلوم، وعاتبك لو كنت ظالم، وانا مش عارف انت مين فيهم. انا نفسي يا سيد، انا 20 سنة بسأل نفسي السؤال ده. ترى انت يا سلطان ظالم ولا مظلوم؟ هو انت صاحبك اللي عملت كده عشان مصلحته ومصلحه عياله؟ وصلت لايه؟ لغايه قبل ما ترجع من السفر كنت فاكر اني وصلت، كنت فاكر اني صح، فاكر ان حميد قتل من نفسه وحميد عياله. لكن لما انت جيت وقلت لي انك ناوي تمد في طريق الحرام، ساعتها بس اكتشفت اني بعته وخلاص. خليت عمر صاحبي يضيع عطر، وضيعت ولاده وهو امضى. يعني بعد كل اللي عملته انت وابويا عايز تطلعنا انا اللي غلطان، مش كده؟ ما فكرتش ان انت السبب في اللي انا فيه لما بعدت ابويا عني وسبتني في الدنيا تدوس على رايح جاي؟ حاولت اسد مطرحه يا سيد. مفيش حد بيسد مطرح حد يا عم سلطان. حتى جد الله نفسه دلوقتي بعد ما رضي باللي هو فيه، انت مش بس حرمتني من ابويا، انت عملت منه واحد تاني انا معرفوش. مش عارف اقولك ايه، مش عارف ارجع اللي راح. بس اللي في ايدي دلوقتي ان انا احافظ عليك، عشان كده عايزك تسامحني. ابوس ايدك يا سيد سامحني، شايلني شام فوق اللي انا شايله على كتافي. مش عارف انا فيها يا سيد، مش عارف اقولك يا سيد، مش عارف اقولك. ما تقولش يا عم سلطان، ما تقولش. اذا كان صاحب الحق نفسه رضي، هاجي انا دلوقتي اتكلم وافتح بوقي. بس انا مش قليل الاصل، وهفضل فاكر اللي انت عملته معايا ومع اخواتي. بس لازم تعرف ان احنا عمرنا ما هنرجع زي زمان، عشان الجرح قوي تاوي واخد له ياما لحد ما يبرد ويلم. يلا حاج امك هتروح فين؟ تعال تعال يا عم 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 يا عم. ايه اللي جابك ياما؟ اللي جابني انا؟ اللي جابك انت؟ من ساعة ما ابوك راح وانا بسأل نفسي، ربنا بعتك ليا ليه؟ عشان تكون عوض يصبرني على اللي جاي. بس طلعت غلطان. انت بتعمل فيا كده ليه؟ انا كنت عملت فيك ايه؟ سامحيني ياما، أقول لك انسين
كاني لسه ما خرجتش من الملجا. تاني الملجا؟ انا كنت بردك لحضني واقف فيك قدام الحاره كلها واعمل لك قيمه عشان تقول لي الملجا تاني. انت ايه؟ ابن كلبه ما استاهلش. استريحت ياما، سيبيني في حالي بقى. مش هسيبك في حالك غير لما تقول لي مين اللي وزك على السكه دي. ما حدش وزني على حاجه، انا راجل واعمل اللي في كيفي. راجل؟ يا فرحتك يا نصرة بابنك الذكر، يا حسرة شبابي. الراجل ما ياكلش حرام وما يمشيش في السكة العوجة. طب ما انت مشيتي قبلي، يبقى خلاص كل واحد يعمل ما بداله. بتقول ايه يا واد؟ ايه؟ ما انت نسيت ابويا ورميتي نفسك على اللي اسمه حمادة. خسارة تربيتي فيك، يا ريتني ما خلفتك. يا واطي امشي من هنا، امشي. بقولك يا متر، انا ماليش في لده المحامين. الواد ليلى زياده مش هيباتها جوه الحبس الا ورحمه امي اللي هدخل اجيبه من جوه. يا سيد بيه، هو الواد ده مقبوض عليه في تحري، ده مقبوض عليه متلبس، يعني القضيه خلصانه وحولوه للنيابه. نيابه؟ وما انت رسمتك ايه؟ يعني الواد يتحول للنيابه والبنت تقول لي ما تقلقش، عايز نعمل ايه؟ ما هو لو بس حضرتك تديني فرصه اوضح لك، بالنسبه لموضوع الاستاذ ارهاب فده ما يتسماش قضيه لسه. ليه؟ لان الخصم نفسه ما حركش القضيه، يبقى احنا نتحرك على اساس ايه؟ وبعدين اصبر يمكن يتراجع ونخلص الموضوع. اما بقى بالنسبه لابن عمر فالقضيه كلها هتبقى في النيابه، واحنا هنخلص الموضوع هناك، المحضر واجراءات الضبط والحرس، وبعدين ما تقلقش لنا رجالتنا هتخلص كل حاجه. ماشي، والموضوع ده ياخد قد ايه وقت يعني؟ مسافه العرض الاول على النيابه، وما تقلقش مش هيجددوا له. وبعدين يا سيد بيه عايز اطمنك لحاجه، مه جهانم موصياني ان انا بشر الموضوع بنفسي. تمام. يا سلطان. يا سلطان. في ايه ولا في ايه؟ يا اخويا بنادي عليك. نعم. والنبي يا اخويا بالله عليك تخلي ودنك مع الولا احسن نايم جوه، الله يعيط. هخش استحمى. ها؟ خش يا اخت حمام الهنا. اديتي الدواء لابوك يا بطه؟ بطه في ايه مالك؟ انا حامل يا احمد. نعم؟ انت بتتكلمي بجد؟ ومالك فرحان كده ليه؟ مش قلقان ولا خايف؟ قلقان وخايف؟ قلق وخايف ليه يعني يا بطه؟ بطه انت مراتي وانا اكيد نفسي اخلف منك. انا مش عايزه ايه؟ انا مش عايزه اخلف يا احمد. مش عايزه عيال خالص. انا هروح انزله. وايه ده اللي تروحي تنزليه ومش عايزاه برضه؟ اللي انت بتتكلمي عنه ده يبقى ابننا. انت بس تلاقيكي خايفه ولا قلقانه عشان دي اول مره. انما بعد كده تتعودي وتبقي كويسه. مش هتعود على حاجه. انا هروح انزله. عشان خاطري ما تقفليش فيها يا احمد. بامر الله هتعدي يا اختي. ياما في عيال مروا بأكتر من كده وخرجوا بألف خير. اه يا اختي ما انا عارفه. شده وتزول. ما تقهريش في روحك يا نصر. ربنا ببعت حبة تعب وبيشيل وقتي. غيرش بس ان احنا اللي ما بنصبرش. ليه يا اختي؟ شايفاني بقطع في مقاصيصي؟ ما انا واقفه قدامك اهو. جرى ايه يعني؟ عيلي راح. ما هو كان رايح. هموت نفسي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا يا اخويا، في اخبار؟ خير ان شاء الله. خليك يا ميسا، انا جاي اطمن على نصر امشي على طول. ما ينفعش تنزل وتسيبها يا سيد، اختك على اخرها وانت اكتر واحد محتاجه جنبها.
خليك جنبها والنبي يا اخويا. عامله يا نصر؟ ازيك يا سيد؟ ايه؟ جاي تحنن وتطبطب؟ مالكش دعوه بكلام النسوان دول. يا ما دقت على الاسطبول يا سيد. يا ست انا عارف ان هي ما دقت على الاسطبول. انا جاي بس اقول لك المحامي قال ايه؟ ولا ما قالش؟ هيكون قال ايه يعني؟ هيسجن؟ ما يسجن، ما هو راجل يستحمل. هيغيب عني سنه ولا اتنين ولا تلاته. وهو ياما غاب عني. جينا على ابو قلبي لو حنان. انسى بقى يا سيد. انسى يا نصر. ده ابنك. كلب. ده عمر. قطع وقطعت سيرته. معلش اهدي بس، انا عارف انه وحشك. وعارف ان انت زعلان عشان بعيد عنك وكان نفسك يبقى معاكي دلوقتي. بس لو راح المره دي يا نصر هيروح بالسنين. اسمعي الكلام. يعني انت بتقول كده ليه؟ عشان تهدي. عشان تتكلمي معاه وتفضفضي وتريحي روحك. هو عمره ما ريحني. مشقيني ورا. يا سيد انا طول عمري بحلم له. بحلم انه خرج من الجامعه. اني رحت خطبت له وجوزته. وخدت عياله في حضني وشمت ريحته. ده ابن عمري يا سيد. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. طب واللي خلق الخل وغلاوتك عندي رجعه لك في حضنك تاني وبكره هتشوفي. هاتي يا اختي. انت فاهم انت بتعرض عليا ايه؟ ازاي عايزني اعمل كده؟ مالك مكبر الحكايه ليه؟ ما اختك كده كده هتطلع على الشاشه وتحكي قصتها للملايين والدنيا كلها هتتفرج عليها. أنا بس مش عايز حد تاني ياخد البروباجندا منك. أنا مش فاهمة، إزاي يعني؟ أنتِ عارفة إن جانا هي اللي فضلت وراها لحد ما وصلت لها وعملت معاها الديل؟ جانا؟ أيوه جانا. واحدة عايزة تنجح وتكبر. ولو كبرت هتاكلك. ومش بعيد مجلس الإدارة يقرر يعمل لها برنامج خاص بعد الحلقة دي. صدقيني يا هي، فكري كويس. أفكر في إيه بس؟ دي أختي. أنا هضيعها. وبعدين أنا هيبقى شكلي إيه؟ والناس هتحب كده. المذيعة الشابة تفتح قضية شائكة أختها متورطة فيها. وشوية كلام عن المصداقية ومواجهة الذات. هتبقي نجمة. دي أختي يا سامر. وأنا مش هقدر أعمل كده. أنت عايزني أتقبلك منها؟ تنتقمي لي؟ وهتكوني فاكرة شوية الكلام الأهبل اللي الواد التافه ده قاله فارق معايا. خالص. أنا كل الفريق دي أنتي ومستقبلك. هتتحطي في حتة تانية يا آية صدقيني. آسفة مش هقدر أعمل كده. أنا مش قادرة أفهم أنت معترض على إيه. شغلك زي ما هو. اتفاقي معاك ما اتغيرش. إزاي؟ ده أنتي عايزاني أحول مصنع الأدوية لمعمل مخدرات. يبقى إزاي اتفاقك معايا ما اتغيرش؟ مش صحيح. كل الحكايه ان انا عايزاك تغير شويه في تركيبه الدواء اللي انا بعته وتنتج لي منه كميه كبيره. وقبل ما تسلمني البضاعه فلوسك هتكون متحوله في حسابك قبل ما تخرج من المصنع. كتير ده؟ اسف. شوفي لك حد غيري. انا ما باخدش رايك. أنا بأمورك. للدرجة دي؟ كل ده عشان جربوع اللي بيجي لك هنا. وعشان مصلحتي ممكن أعمل أكتر من كده 100 مرة. وأنت اللي هتنفذ. ومن غير ما تعترض. عارف ليه؟ لأنك عارف كويس قوي أنا ممكن أعمل. دي بتهدديني يا موجة؟ وامسح. كأنك ما كنتش موجود هنا أصلا. فلوسك، شغلك، سمعتك،
وفي لحظة عمر أنا اللي بعتك قبل كده عن شغل وأنا اللي دلوقتي بدخلك فيه، فبليز اعمل اللي أنا بطلبه منك. اقعد يا حمادة، أنا رحت لها بنت جدلة مش مستعنياني ومعلمك شكله مدلوق بالجامد. ما كنتيش ضنيتي نفسك ورحت لها؟ ما تستاهلش خطوتك لحدها وربنا. أمال استناها لما تخطيها لحد هنا وتقعد مكاني وتدلدل؟ حتى لو استناها من الشارع وهترجع له تاني بعد ما يزهق منها، إنما أنت بقى أنت حاجة تانية. ألماظ. بس معلمك مش شايف كده. ومعلمي بيشوف الغشاوة حاطة على عينه بالجامد. وبعدين اللي ما يصونش الألماس ما يستاهلوش. مالك يا بط؟ انت خايفة؟ بس والله احنا مش مضطرين نروح على فكرة. اللي احنا رايحين نقتله ده يبقى ابننا. ما تخافيش والله هنعرف نعيش ونصرف عليه ونخليه أحسن حاجة ونعمل العيلة اللي أنا وأنت كنا بنحلم بيها. صبر مش هقدر أخبي عليك أكتر من كده. ده مش ابنك. أم عمر. أيوه يا معلم. قلبي عندك يا أختي. سلامة قلبك يا معلم. قوليلي اطمنتي على الواد وحق العشرة والعيش والملح والجيرة كفاءة أجيبهولك لحد عندك وبره بنارك. أنت بس تقشري أنا برضو شاري. ما فضينا حصيرة يا معلم. هو أنت كل يوم تجيب حاجة جديدة تجرجر بيها على الناعم. وإيه العيبة في كده؟ الله، أنا طالب الحلال ومهرك حاضر، ابنك وجنبه تقلك دهب. خلاص جبرنا وواجب خروج ابني مش عليك يا معلم. اللي احنا ناقصين يا أخويا ولا ما عندناش رجالة ترد ناسنا. قصدك سيد؟ لا سيد يعملها مفيش كلام. شو اللي مضيعه؟ أنت بتقول إيه؟ اللي سمعتيه ابنك يا ست الحسنى والدلال راح فضيعة خاله. تأكدي بروحك لو مش شارية مني. السيد صاحب البضاعة اللي اتمسك بيها المحروسة. سيد مسكين والله غلبان الواد ده. السيد يحط عليه النهاردة زي ما حط على أبوه زمان. أبوه ما راحش في حادثة زي ما فهموكي. السيد هو اللي قابض روحه. لا انا عايزك تاخديها على الهادي كده وقلبيها وتاكدي اني على حق. هتلاقيني موجود ومستني يا ست السنين.
خبطت عليك. ايوه ايه اللي حصل يعني؟ مش عارفه عماله اسمع في زعيق وتكسير وتخبيط. خلاص اهدي اهدي بقى. انا خايفه يا اهدي بقى يا احمد. يا بتفتح يا مش عايز اتكلم مع حد. يوه احمد انا مش عايز اتكلم مع حد. اطلع بره. بس زعلان ليه؟ ما ده في مصلحتك. ومش انت كده كده كنت هتسيبها؟ بقولك يا احمد، تعالى لي في العدل. الزعله دي مش زعله عيل ما شلتوش ولا شفته. الواد ده مش ابنك، مش كده؟ تمام تمام بس بس سعيد فضحت جنسيتك لغيره ونجست اسمه يا زباله. جرى ايه؟ جرى ايه يا سيد؟ في ايه؟ جرى ان بنتك سحبه في الوساخه وملبساك الاوامطه. الا الدكتور احمد يا بنت، ده انا عايز رقبتك فيها. بس يا سيد بنت هتموت فيها. هتموت ولا تولع بجاز وسخ؟ انت بنت هو ده جزاته اللي لمك من الشوارع وكتب عليكي؟ بس يا سيد اهدى عشان خاطري. اسمعي يا بت، من هنا وطالع تنسى احمد ده من دماغك، وورقتك هتجيلك لحد عندك، انت فاهمه ولا لا؟ ليه ابوك الغلبان ده؟ انا كنت دفنتك مكانك. لما بنتك؟ لما بنتك بقى فوق من الغيبوبه اللي انت عايش فيها دي؟ يلا يا سيد يلا يلا يا اخويا. الو رحاب، ازيك؟ الحمد لله كويسه. معانا الليله دي، اوعي تغيري رايك. لا يا جنى، اصل لا انا بس مش عايزه اسمع غير انك جايه. انا هبعت لك عربيه لحد البيت عشان تجيب. باي. بس انا كنت عارف ان انت توافق، اصل ده بيزنس، يعني توافق بمزاجك احسن ما توافق غصب عنك. انت عارف انت بتفكرني بايه؟ لا بس عارف انت بتفكرني بيه. بس مش دي القضيه. انا هاخد منك 100,000 حبايه اول طلبيه، ما تستغربش قوي. دي اول حاجه بس عشان نجس السوق بيها، بعد كده الطاقه يبقى 2 و3 كمان. ودول هتوديهم فين ان شاء الله؟ مالكش فيه، انت عليك تسلم وخلاص. اوكي، قدامك 10 ايام وتسلمني اول طلبيه، وانا اللي استلم بنفسي، بعد كده حد هيتابع معاك. محدش بيفضل كسبان على طول يا ابو خارست. الموجه بسيرها تقلب، واول ما هتقلب هتقلب اللي معاها. الموجه ما بتقلبش غير على غشيمه بس، لكن لابس عوامه لا يهمه موجه ولا البحر كله كمان ولا تسونامي. انت اللي جابك؟ انا جبت معايا العود بتاع المحلات. ادي له بقى. يلا يا جماعة أنا جاهزة. مايك يا أستاذة. 3 2 1 أول. مساء الخير أعزائي المشاهدين. النهاردة زي ما وعدتكم الحلقة هتكون مختلفة وجريئة جدا، مع الصحفية الشابة اللي شغلت الرأي العام كله. معانا ومع
مساء الخير يا رحاب، احكي لنا بقى حكايتك. انا كنت بعمل شغلي، يعني كنت بسأله وهو بيجاوب عادي، وبعدين فجأة بدأ يشتم بطريقة غريبة. طب وطالما الكلام ما عجبكيش ما مشيتيش ليه؟ يعني انا ولا الحس الصحفي والجري ولا الخبر هو اللي خلاكي تكملي، مش كده؟ يمكن. ايه اللي بيحصل ده سلطان؟ العيال مقطعين بعض في الشاشه الصغيره. ما انا عارف اللي بيحصل البيت ده والله. كاني شايف البيت بيقع حته حته. والله الواحد اتخانق من العيله دي. تصدق؟ ما بقتش عارف الناس دي كويسه. يم لسانك يا صلاح. مهما حصل كان المفروض نحاجة ونغطي. واللي يتكلم يقطع لسانه. يا عم الحاج انت بتحاج ليه؟ شاغل روحك ليه؟ اذا كان هم مقطعين بعض اهو، في اكتر من كده. ما تقول حاجه يا عم. لا يا صلاح. ما كله بالاصول عشان خاطر العيش والملح. هما كان حد فيهم راعي الاصول ولا العيش والملح؟ قسما بعز جلال الله لو ما لميت نفسك يا صلاح ما عاد هيقف لك الا انا. وبعديني بقى. فجر يا سلطان في ايمانك. ودي بقى اول مغامره صحفيه تعمليها ولا انت كنت رايحه عشان توقعي؟ لا طبعا انا ما قصدتش كده. تفصلي بايه بقى التسجيل الفيديو اللي نزل على يوتيوب؟ ما اعرفش. يعني مش انت اللي رافعه؟ وانا هعمل كده ليه؟ يعني شهره، فلوس، او الاثنين مع بعض. اوكي نروح لفاصل صغير ونرجع لكم تاني. استنونا. ايه يا بنتي دافعي عن نفسك؟ ده انا بديكي فرصه ما تحلميش بيها. فعلا فرصه ادافع عن نفسي ولا تكبري على حسابي؟ بطلي غبائك ده بقى. انا همشي. استني هنا، لو مشيتي هتلبسي التهمه عليكي اكتر واكتر. افهمي بقى. ورجعنا لكم تاني وهناخد اول اتصال تليفوني معانا النهارده. وائل من القاهره، اهلا بيك. اهلا. الحقيقه في حاجه مش قادر اصدقها من اول الحلقه، يعني مش كفايه كذب لحد كده وتقولي الناس دي بقى مين؟ مش دي اختك برضو؟ الشو والفبركه والجو ده زهقنا منه خلاص، ارحمونا بقى. ايوه اختي، رحاب جدله اختي، وانتوا لازم تعرفوا الحقيقه زي ما تعودنا في البرنامج ده، حتى لو الحقيقه على حسابي انا شخصيا. رحاب غلط، مش عيب ان انا نغلط، بس العيب ان احنا نستمر في الغلط. قولي لي بقى يا رحاب، لو اعرف ان موافقه عامر هتبسطك قوي كده انا كنت اجبرته من زمان. ومين قال لك بقى ان انا كنت مستني يرفض؟ دي موجه اللي راكبه الليله، يعني اللي هيفتح بقه يدوق المالح ويزعل بزياده. قول لي بقى مبسوط قوي كده ليه؟ مبسوط عشان معاكي. قول حاجه تانيه. اصلا عامل مفاجاه حلوه لاخواتي. فكرتني، معتز الكاشف مسافر، أول ما يرجع هحدد لك معاه معايا. قولي بقى محضر إيه لإخواتك؟ جبت لكل واحد فيهم محل عشان يبدأ مشروع عمر. متخيل بقى فرحة كل واحد وأنا داخل عليه بالمفاجأة دي؟ هو أنت كل ده وما كنتش عملت حاجة لإخواتك؟ أعتبره بخل ده ولا إيه؟ يا موجن لو طول أحط الدنيا كلها تحت رجليهم مش هبخل عليهم بحاجة، بس هما ما يعرفوش عني حاجة، لا بيعرفوا أنا بشتغل إيه ولا بكسب فلوسي منين. وازاي قدرت تحافظ على سرك كل ده؟ خدتها من ابويا. سنين طويله محافظ على سره ومحدش يعرف عنه حاجه غير انا واختي. اخواتي ما عرفوش حاجه عنه. وعملت زيه ليه؟ عشان عنده حق. ساعات الحق بيزعل وبيبعد الناس عن بعض. يمكن لو بنتي كانت عايشه وبتكبر قصاد عيني كنت فكرت زيك. بلاش حسب غير كده.
اللي خايف على اللي منه يسمعوا الكلام اللي يرضيه حتى لو غلط، عشان لو بعد عنه الدنيا بتبقى مرة بزيادة. ربنا يخليهم لك. تشيرز. يا ابو حميد انت لسه متضايق ولا ايه؟ يا عم روق، اللي حصل حصل. انا عايزك بقى الفتره اللي جايه تبص لامتحاناتك كلها كام يوم، واسمك واسم ابوك هيلعلعوا في السماء. يا حوبة انا مش عايزك تلاقي، ما تخافيش انا مش ناسيك، والبرنسيسه بتاعتنا كمان. يا نصر ما بتاكليش ليه؟ قالوا انا اللي جاي بجري وقلت احسن تاكل منابي ولا حاجه. وانا عمري جيت عليك؟ يا ستي ولا تيجي؟ تعالي براحتك انا مسامح، وبعدين كله يهون عشان خاطر ابو النصر. انتوا مالكم في ايه؟ النهارده حتى جاي لكم بحكايه هتقلب البيت. سك على حكايتك يا سيد، انا اللي هحكي النهارده، ما تقلقش برضك هتقلب البيت.